حزب الحركة الشعبية بين الإكراهات التنظيمية ومتطلبات المرحلة. ما حقيقة الأزمة التنظيمية التي يعيشها الحزب في أفق انعقاد المؤتمر الوطني العام المقبل؟ ما هي انعكاسات التحولات السياسية والاجتماعية التي عرفتها بلادنا على واقع الحزب؟ ماذا عن موقعه في الحكومة الحالية؟ وماذا عن حصيلة أداء وزرائه؟ ماذا قدم الحزب للقضايا التي يدافع عنها وفي مقدمتها العالم القروي والأمازيغية؟ أمحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية يجيب على هذه الأسئلة وغيرها ضمن برنامج 90 دقيقة للإقناع.